FM. الكلمة ليك. والإعلان إن شاء الله غدوة باش يتم عقد ندوة صحفية باش يشرف عليها الأخ لمين العام تبعا لما تم الاتفاق في شأنه والتداول في شأنه في الاجتماع المكتب السياسي اللي انعقد في نهاية الأسبوع. المكتب السياسي طرح جملة من النقاط وكان موضوع علاقتنا بالحكومة وخاصة تموقع الحزب نقطة رئيسية في هذا الاجتماع. الشيء اللي نشوفه فيه من منطلق التجربة، أولا بعد إمضاءنا على وثيقة قرطاج وبعد معناتها منحنا للثقة لحكومة الوحدة الوطنية، للأسف شديد نشوفه في إخلالات كبرى. أولا على مستوى خرق ما ورد في وثيقة قرطاج وعدم الالتزام بها. ثانيا اليوم فما ضعف كبير على مستوى السلطة، على مستوى السلطة، لأنه اليوم احنا نعرفه بكنا شاركنا في حملة انتخابية في 2014 على أساس استعادة هيبة الدولة، وأنا ديما نقولها أولادي هيبة الدولة تتطلب وجود دولة، ووجود الدولة راهو أرض وشعب وسلطة. اليوم للأسف الشديد السلطة كانت غايبة، ما هيش موجودة وما زالت المسألة متواصلة. هذه ناحية. من ناحية ثانية حكاية التوافقات اللي يحكيوا بها واللي اليوم ولات في 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 معناتها منعرج خطير وخطير جدا، يهدد بنهاية مرحلة التوافق باعتبار عدم توافق وطني على مسائل جوهرية كما قانون الانتخابات، كما العودة من على عودة الإرهابيين، كما مسألة المصالحة الوطنية شاملة. هذه مسائل لم يقع في شأنها أي توافق. أيضا انضفت لها مسألة التحقيق في شبهات فساد متعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة، غاب فيها التوافق بين مكونات الائتلاف الحاكم، وما زالت اليوم مشاريع قوانين هامة وهامة جدا معطلة في مجلس نواب الشعب نظرا لغياب التوافق. في غياب هذا التوافق اللي يحكيوا عليه واللي احنا ما عادش مؤمنين به ونعتبره منذ الآن أنه التوافق أصبح مغشوش، باش تنطلق في شأنه مرحلة جديدة باقتراب الانتخابات البلدية، وتكتشف الشعب التونسي أنه التوافق هذايا ما عنده حتى قيمة وما عنده حتى معنى وما عنده حتى هدف أساسي، وبش ينخرم في المرحلة القريبة القادمة باقتراب الانتخابات البلدية. مع الشيء هذايا، مع أن ولينا نسمع في أطراف حزبية وسياسية ولا تحكي باسم الدولة على مستوى العلاقات الخارجية وتقول وتصرح اللي فما اجتماعات باش تتم على مستوى وزراء الخارجية العرب فيما يتعلق بالمشكل الليبي بالقضية الليبية، وبش ينعقد اجتماع في على مستوى رؤساء الدول في يخص القضية الليبية، ونزيدوها معناتها تصريحات من نوع هذا لا تلزم الدولة في شيء. آخر شيء يوم أمس معناتها في نهاية يوم أمس ولا مسؤول أيضا في حزب سياسي يحكي على أنه ما ثماش تحوير وزاري ويحكي باسم الحكومة، وين مشي سي عبد الكريم الهاروني في تصريحه يوم أمس بعد انتهاء إشغال مجلس الشورى؟ سألوه على التحوير الوزاري قال لن يكون هناك تحوير وزاري، وكأنه ولات الأحزاب السياسية ولا رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس الشورى يحكيوا باسم الحكومة. إذا كان احنا باش نتواصل بالعمل هذه وبالطريقة هذه ما نجموش نواصلوا في مساندتنا لحكومة من هذا النوع. كاب اف ام الكلمة ليك.